المصرية. اللي بيحب مصر يرفع ايده في السماء مسافة. حق علينا واجب النفاذ، وليعلم القاصي والداني أن للمصريين درعا يحمي ويصون أمن البلاد، وسيفا يبتر الإرهاب والتطرف. اللي بيحب مصر وحمى واللي بيحب عيوشة يرفع ايده شايفني.
28 عم ضياء راغب الطرقات 28/7 عم ضياء راغب الفرحة المنتظرة إن شاء الله أوشا مصر الدولة حمود أبو هلال الطرقات يا أوشا
منها فيه. نو كابيسكو العربو. توموتيكي. 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 Non capisco l'arabo. Come dici? كان سنونو واقف في نونو سنونو في نونو هناك نفسك. انا بقول الرجالة اللي على المسرح رجالة الخدمية لو عايزين تفرحوا مع العريس هاتوا العريس وتعالوا قدامه وشه بسرعة 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 لا الشاشة مش هتقع احنا فوق وهم تحت احنا فوق وهم تحت رجالة الخدمية تيجي قدام وشه بسرعة طالما انت اللي جبت السناونة ويا ابو ادم يا لها من سناونة ويا الشاش تعالوا يا رجالة هنا بسرعة مش هتقع مش هتقع وانا هرجع تاني بقول وهترفع ايدك فوق ارفع ايدك كده وسناونة ونونة 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 يا رجالة وحياة حبيبك النبي وحياة حبيبك النبي انتوا شايفين ان السلام الجديد ده حلو شايفين ان هو حلو طب نشجع بادم عشان يقول احسن من كده السقف يا رجالة الراجل يرفع ايده ويسقف هو هيقول وانتوا تقولوا الواو ماشي يلا رعاش الواو واو رعاش الواو سمعوه عايزين ايه
عاشر وائل اقسم بالله احلى فرحه اقسم يا باشا والنبي قول لي ليش شفت بقى شفت يا بابا هتعمل لي انت حوار هتعمل لي حوار يا عم ما ترد عليه عايزين الواو طب لو رديت عليه خليه يقول عاش الواو والله يلا Oh!